جهزت لي التأشيرة بتاعت السفر للحج إن شاء الله؟ عيب عليك، ده أنا اسمي مسافر مش جاي من فراغ، أنا اللي مسفر نص مصر. ياه، ألف مبروك يا دولة. على كده بقى حضرتك اللي سفرت عصام الحضري؟ عندك شيكابالا. إيه ده، أنت عندك شيكابالا؟ يالا أنت مش قلت اتعالجت؟ يا عم شيكابالا ده لعيب كورة، أنا اللي مسفره. طب بلاش، عارف أحمد حسام اللي بيلعب في توتنهام؟ الواد نيدو. اللي هو خلى توتنهام يعني بودره ولا ايه؟ مش عارف بودره ايه، ده لعيب كوره كبير قوي، انت ما بتشوفوش افلام. لا احنا عارفين يا دول، انت يا عم فرحتك بالحج يا عم مخلياك طايش من السعاده. كمل يا استاذ مسافر، والله العظيم انا قلبي ارتاح لك. شوف بقى، وسيبك من كل لعيبه الكوره والفنانين اللي احنا قلنا اساميهم دول، اهم واحد انا سفرته منعم. منعم رئيس الوزراء؟ هو في رئيس وزراء جه اسمه منعم؟ مش انت بتقول سفرته يا عم؟ يا عم منعم اخو مراتي، اخو مراتي. اخو مرات، ما عارف ده بقى، انت لو ما كنت سفرته كانت مراتك هي اللي سفرتك يا معلم. بقول لك يا استاذ مسافر، ما تشوف لي بقى عقد اعتراف في اي دوله كده. عقد اعتراف يا ابني؟ مش لازم تسافر له، انا ممكن اعمله لك في اي اسم هنا. بقول لحضرتك ايه، تعرف الواد ده؟ انا رمزي يا استاذ مسافر، ابن عم دوله حبيبي. بس هو قريبي من بعيد يعني، ابن عم بس يعني. احسن. طيب استأذنك بقى في الفلوس. الفلوس؟ يا والله يعني مش عارف اقول لك ايه على مساعدتك ليا في موضوع الحج ده. دي بتبقى حاجه كده يعني لربنا، وان شاء الله احنا نتمنى لحضرتك حج مبرور. شكرا، مع السلامه. مع السلامه. مع الف سلامه. مع السلامه. مع السلامه. الف مبروك يا دوله. الله يبارك في شكله بشوش. يلا خدت بالك؟ ايوه يا دوله، والله ده علشان بس نيتك يا دوله. الحمد لله. الا قول لي يا دوله، ان شاء الله يعني انت ناوي تحج في انهي بلد؟ سلام عليكم. وعليكم السلام. فزروا فزروا بقى، انا جايب ايه؟ انا هقول جبت لي القطر اللعبه بتاعي. لا يا حبيبتي، حوادث القطارات اليومين دول كتيره جدا، ممكن القطر اللعبه ده يخبط في الانتريه يبوظ لنا البيت كله. ربنا يخليك يا قلبي يا حياتي، الله يخليك على الفرفان بتاع زهره الخشخاش اللي طول عمري بحلم بيه. لا زهره خشخاش ايه يا حبيبتي يا رانيا، زهره الخشخاش دي ممنوعه قانونا، وبعدين ده البرفان اللي بيحطوه نساء المخدرات في كولومبيا، فطبعا مش معقوله اجيب لك يعني خشخاش. يا عم عادل، ما تخلص في ليلتك دي، ايه الجو الممل بتاع الفوازير ده؟ انا بقول احذره فزره. انت مالك؟ انت اساسا انت واثقه تماما ان انا مش هجيب لك حاجه يا سناء؟ يبقى ما تجمعش في الكلام، ما تجمعش، تقول حذره فزره. خلاص حذره فزره كلكم يا جماعه ما عدا سناء. يبقى اكيد جبت لي سيدي. هي دي لسه لسه شويه. ثانك يو يا عادل. بيبي 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 ثانك يو. انت جبت لي المكياج بتاعي؟ انا عارفه مكياج. متهيألي يا حماتي المكياج ده عكس اللي انا جايبه بالظبط، استغفر الله العظيم. انا عرفت، انت جبت تأشيرة الحج. يا سلام عليك يا ماما، دايما عجناني وخبزاني. برافو عليك يا ماما. طبعا ابن بطني، ربنا يخليك لي يا عادل، الف شكر. العفو يا ماما. ربنا يخليك لي يا حبيبي، انا مش عارفه اشكرك ازاي. العفو يا ماما. والله العظيم ما انا عارفه اشكرك ازاي. انا معديها من الصبح، يعني تشكريني على ايه يعني؟ العفو يا ماما. لا شكر على واجب، اطلع بيها بقى. هي ايه دي؟ تأشيرة الحج اللي انت جايبها لي. يا حبيبي يا رب يا رب يغفر ذنوباتك كلها. يا رب ذنوباتك كلها. وادعي العالم. عقبالك عقبالك. مفيش فايدة ولا مليون حجة. ده انتوا بتباركولي على ايه؟ لا حرام عليكم، يعني انا حتى الواحد يعني بيقدم حاجة لاخرته، مش كفاية ضيعت عليه دنيته كمان ضيع عليه اخرته. ايه يا دولة دي، انت مش فرحانان ولا ايه؟ لا طبعا، لان انا تأشيرة الحج دي مش ليها. ايه؟ ايوه تأشيرة الحج دي جايبها لنفسي، حرام عليكم، انا ضيعت عمري كله عشانكم، سيبوني بقى اعمل حاجة لاخرتي، مش كفاية ضيعت دنيتي كمان هضيع اخرتي، حرام عليكم. معلش معلش ما تزعليش يا انعام بقى، ما انتي وعادل واحد. انا مش زعلانه، انا بس اتعشمت فخرمت وداني. خرمتي ودانك؟ ده انت خرمتي 15 خرم يا ماما من عشمك. تيتا، هو بابا مسافر النهارده؟ ايوه يا حبيبتي مسافر النهارده علشان يحج في السعوديه. طب انا عايزه اروح مع بابا. كان اولى خد امه. تروح وترجع لنا بالسلامه يا بيبي. الله يسلمك يا رانيا. بصي يا عادل، انا مش زعلانه عشان مش هحج، لكن بطلب منك طلب عشان تصالحني. هات لي معاك ميه زمزم.
يا سلام يا ماما، عينيا ليكي. طبعا اجيب لك كل اللي انت عايزاه ان شاء الله يا ماما. امال فين رمزي يا عادل عشان يجيب لك الشنطات تحت؟ رمزي يا ستي بعته يجيب لي اعلام بيضه اللي هعلقها في الميكروباص. اتفضل يا عادل، ادي لسه الطلبات اللي احنا عايزينها، حاجه بسيطه. دي حاجه بسيطه؟ حرام عليك، وانا طالع احج ولا طالع اعمل شوبينج يا اخوانا؟ الطلبات دي عايزه كونتينر لوحده او اجيب طياره شحن بقى لوحدي. افتح الباب. حجتهولي يا حبيبي. ازيك يا سمينه؟ جبت لك الاعلام البيضاء يا معلم. ايه يخرب بيتك ان شاء الله، ايه اللي انت جايبه ده؟ جايب لي اعلام الزمالك يالا. ايه دول ما بيضة بقى هي يا عم، ما تدقش بقى. ما هو خطوط حمراء اهي قدام يا ده. انا اساسا وانا طالع المطار بعدي جنب الاستاد، عايز الاهلاويه يكرهوني يالا. ليه دول؟ ده انا لفف لك علم من دولت بقى ابيض كبير قوي وكده على الميكروباص تحت يا حاج. يعني يوم ما تفكر تعمل لي مشاكل. جري يا عادل، في ايه؟ ما العلم حلو يا عادل، ما تمشيها بقى. الله، طبعا العلم حلو، ماشي همشيها انه حلو. ماشي، خلي بالكم من نفسيكم، ربنا يخليكم ان شاء الله. وانا ربنا ياخدك ان شاء الله. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. اخيرا اخيرا استفرست بالبازار لوحدك يا رمزي. انا الامر المستامر المستني في البازار. ايوه جاي. احلى حاجه واحلى طلب رمزي باشا. لا كدب ولا فشخره يا رمزي باشا، من مش هنزرع احلى اربعكم كتير، عدم لمؤاخذه يعني. شكرا. بالحساب اللي عندك. حساب ايه يا بدوي؟ في ايه يا عم؟ اسجلهم على حساب البازار. لا لا لا، ده انت واخد 15 واحد كوكتيل لغايه دلوقتي. وايه يعني يا بدوي؟ انت هتنق عليا يا عم؟ وخد كمان يا عم 15 جنيه بقشيش. الله لا لا، ده انت باين عليك هتخربها يا رمزي باشا. سلام عليك. سلام يا بدوي، وبلغيني على طول. لا ما تاخرش عليا. عينيا. ياه يا حلاوتك يا ابو الرماميز. يا ترى بقى ابتدي بانهي الاول؟ بدي الاول ولا بدي ولا بدي ولا ايه الحيرة المستديرة اللي انا فيها دي؟ ابتدي بديها ده يا رمزي. اه صح والله، كانت تايهة عني فين. بس انا كنت هختار على فكرة. متشكر قوي يا خواجة. دولة دولة حبيبي دولة، اتفضل يا دولة. الف حمد لله على السلامة. الف حمد لله على السلامة يا حج. حج ايه بقى؟ انا ما حجتش. انا اتنصب عليا يا ده رمزي، اتنصب عليا وما سافرتش. اللي اسمه مسافر ده طلع نصاب يالا. اداني تذكرة مستعملة واداني تأشيرة مضروبة. ايه يا دولة، تذكرة مستعملة ايه يا عم؟ واحنا من امتى اصلا بنستخدم التذاكر؟ احنا على طول بنزوج يا دولة من اللي بيلم الاجرة. يالا اجرة ايه يالا؟ هو احنا راكبين ميكروباص؟ دي طيارة يالا، طيارة. طيب يا دولة، مش الطيارة دي يعني يا عم ليها بابين؟ اه ليها بابين. خلاص يا دولة، كنت انت بقى تستخبى في الباب التاني عقبال لما الكمساري يطلع من الباب الاولاني ويقوم مزوج كده وتقوم نازل بقى في محطتك. انط من الطياره؟ يالا يالا، هي طياره 30 بشرطه يالا، طياره ليها نظام يالا. انما رمزي بعيد عنه، اتنصب عليا يالا، اتنصب عليا. طب وانت جاي بتنهج ليه كده يا دوله؟ جاي من المطار ماشي يا سيدي، معيش فلوس. انا طب ليه يا دوله؟ معكش فلوس ازاي يعني؟ خالص معكش فلوس خالص؟ ايوه معيش غير ريالات. طيب يا دوله، ما انت معاك اهو، كنت تدفع ريالين يا دوله، او الاجره كمان ب40 قرش يعني، عادي جدا. بص مش ناقصه غباوه خالص، كفايه اللي حصل لي النهارده، كفايه ان اتنصب عليا. هروح البيت ازاي؟ طيب بص يا دوله، لا انت تروح، لازم انت تروح عشان تاخد دش كده من الحج. يا حج يا حج يا غبي يا غبي، ما حبتش انا اتنصب عليا. وبعدين ما ينفعش اروح لهم البيت وانا كده اهو، كلهم مستنيين ان انا راجع لهم من الحج، وبدعي لهم واخد ليست الدعاء قد كده. هرجع اقول لهم ايه؟ لاهلي ولا الناس اللي في الشارع ولا جيراننا ولا الناس اللي هو في البازارات؟ هقول لهم ايه؟ هقول لهم ايه؟ اه صح يا دوله، ده انت في ورطه. طب وهتعمل ايه بقى يا صاحبي؟ مفيش بقى غير ان انا ايه، اقعد العشر ايام بتوع الحج هنا هو في المخزن بتاع البازار. بعد ما يخلصوا العشر ايام ارجع لهم كاني راجع من الحج بقى. يعني هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ صح يا دوله، فكره حلوه قوي. بس ما تنسانيش بقى يا عم، بعد العشر ايام دولت وانت راجع من الحج ان شاء الله تجيب لي المصليه والسبحه بتاعتي يا حاج. يالا ما حجتش يالا، اتنصب عليا، اتنصب عليا يا غبي. يا نهار ابيض، جه اليوم اللي انا اترمي فيه في المخزن بتاع البازار مع الكراكيب ومع الزباله بتاعتك دي. يا دولة، الكل ظالم بدايه. اه، والكل
كل فارش ملايه. انت ايه شمتان فيا ولا ايه يا رمزي؟ لا يا دولا، لا والله، ده انا بحبك يا دولا يا حبيبي. ده انا يكفيني فخريا ان بير اسرارك. انت بير حرماني يا ابني. انت سرداب مظلم ملوش نهايه. سنجاب؟ ايه سنجاب دي؟ لا بقول لك ايه، شتيمه. لا يا دولا، بدل ما اسيب البازار وتتصرف لوحدك يا حاج. لا 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 لا، انا مش قاصد خالص يعني. سنجاب؟ لا انا اسف، انا اسف يا رمزي يا حيوان يا حبيبي يعني. اه اتعدل كده. ايوه حاضر اتعدل يا جزمه يا جديده بتلمع لميع يعني يا كلب بوليسي. اه ايوه كده خلاص، انا سامحتك خلاص يا دول، بس هتشتم تاني وتقول سنجاب دي تاني؟ لا مش هعديها لك يا رمزي. ايه ده سلام يا بقول لك ايه، اطلع لها بسرعه بدل ما تيجي نوع المخزن، اطلع بسرعه. حاضر حاضر يا دول، ما تخافش. حاضر. انت يا زفت يا مقرف يا اللي اسمك رمزي. رمزي؟ ايوه سناء. كنت فين؟ كنت فين؟ كنت فين؟ كنت فين؟ كنت بشوف التماثيل بس متربة، ولا لا قدر الله التراب راح من عليها. خلاص ما تحكيليش قصة حياتك، أنا ما بحبش أجي البازار عشان كده. يلا اجري، هات الدفاتر والإيصالات كلها بتاع السنة فاتت عشان أعرف عادل كسب قد إيه والإيراد قد إيه. حاضر يا سناء، أنا ممكن أروح أسأل بس دولا؟ يخرب بيتك، رايح فين؟ هتفضحنا. استنى، رايح فين؟ رايح فين؟ بقول لك مسافر، مسافر، إيه مش فاهمة؟ مسافر. صح مسافر. صح مسافر بعيد. طياره طياره فوق. اه طياره طياره تحت. هزر هزر وغني بقى. ده عادل لسه مكلمني من 10 دقايق، قال لي اجري على البازار روح شوف الايراد وشوف الشغل ماشي ازاي. يا شيخ ده انا سمعت كل الناس اللي واقفه حواليه، وهو عمال يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، يا رب وعدني يا رب زيك يا عادل. امين يا اختي امين. كدابه والله العظيم كدابه. ماشي يا سناء، عايزه تسرقيني؟ ايدك على اراضي النهارده. حاضر يا سناء اتفضلي. ده اراضي النهارده؟ ما لا. ولا لا؟ لا هو اراضي النهارده، بس هما بقى ناقصين 45 جنيه حساب الكوكتيل. كوكتيل ايه بقى؟ كوكتيل يا ستي، كان دولا شاربهم كده هون ب 45 جنيه كوكتيل وما حاسبش عليهم من السنه اللي فاتت. كذاب والله العظيم كذاب. ماشي يا رمزي بتسرقني؟ ماشي يا رمزي. انا همشي دلوقتي وهاجي بكره عشان اخد الايراد واتابع الشغل زي ما عادل قال لي في التليفون. حاضر يا سناء، مع الف سلامه يا نقنق يا حبيبه قلبي. يا حبيبه قلبي. ايه 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 نقنق وحبيبه قلبي؟ هو انت هتستفرد بيا عشان انا وانت لوحدنا في البازار وعشان اخويا غايب فاكرني سهله ولا ايه؟ انا اسف انا اسف يا نقنق. بفتكر. انا اسف. بحسب. شربت ب 45 جنيه كوكتيل يا كذاب. طب ما انت كمان كذاب. انا كذاب؟ كذبت في ايه يا اخويا؟ ايوه قلت لها انا بكلمك من السعوديه بقالي 10 دقايق، صح؟ يا غبي يا غبي افهم، انا اساسا كنت متهبب قاعد في المخزن هنا، اكلمها ازاي من السعوديه من 10 دقايق؟ بتضحك عليك يا اهبل. صح يا دولا صح. بس تصدق يالا والله فكره، انا ممكن اكلمها فعلا واعمل نفسي ان انا في السعوديه عشان اثبت الوضع برضه. 100 100 يا دول. بس انا عايزك بقى تعمل ايه الصوت، يعني كان ايه الحجاج مثلا حوالين الكعبه كده. ما تقلقش يا دول، انا كنت بتفرج عليهم في كل الافلام. يعني عارف هتعمل ايه؟ عارف يا دول. ماشي ماشي. نحن غرابة عك عك جئنا من البادية. بديتي بديتي يخرب بيتك، أيام الكفار يا هبل، أيام الكفار. مش طالب مش طالب. دول أفلام كده دول. بس يا سنجاب. لا يا دول لا 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 يا دول. يا سنجاب لا لا يا سنجاب لا يا دول لا. اطلع بره اطلع بره اطلع بره، سيبنا ريح شوية. يا سنجاب لا لا يلا بره بره. لا سنجاب لا. ماشي ماشي بقى. ها تعال اخوك تعال. ايه ده؟ انت جايب قرايبك هنا ولا ايه؟ لا دول قرايب ايه يا عم، ده خروف. ما انا عارف انه خروف، جايبه هنا تهبب بيه ايه؟ يا دولا بقى كل سنه وانت طيب، العيد قرب يجي والناس كلها هتذبح في العيد يا دولا بقى. وانت شاري ده يعني من فلوسك عشان تضحي بيه؟ لا يا دولا شاري ايه يا دولا، انا معايا فلوس يا عم اشتري. يا عم ده المعلم تيتي هو اللي قال لي خلي الخروف ده وانا عندك في البازار. خد يا حبيبي، وبعدين بعد كده انا هبقى اديك الفروه بتاعته. المعلم تيتي؟ ولا انت بتستهبل يالا، جايب لي خروف ان هو يقعد
معايا في المخزن وبعدين مع البازار بتاعنا يعني ولا البازار بتاعك ولا خد الخروف ده واطلع بره. دولا بقول لك شفت زعلته مني اهو، لو الخروف ده مشي انا همشي. يعني ما اقصدش ان هو يمشي يعني، بس يعني معقوله خروف هيبيت معايا هنا يعني رمزي ولا ايه يعني؟ ايوه دولا، هي بص مساله بقى دي، المساله دي مساله مبتدا. مبتدا صح، انا كده اللي رحت في خبر كان. ماشي ماشي يا رمزي، ها نمشي ولا نقعد ولا ايه؟ لا خليه اهو برضه ارحم منك، يقعد معايا هنا في المخزن احسن ما انت تيجي تقعد هنا في المخزن، بس اربطه له والنبي عشان ما يقعدش يتنطط في المخزن طول اليوم. يتنطط براحته. ها جايين لك اهو يا خوخ. ايه دول يالا اللي انت جايبهم دول تاني؟ دول خروف ومعزه، دول بتوع المعلم تمثال هيتبعهم. والمعلم تمثال بقى وعدك بايه بقى المره دي؟ هيديك قرونهم؟ لا يا دول انا القرون دي ما بتستهونيش يعني. طبعا انت عندك قرون جاهزه اهي. ها تحب امشي؟ تحب امشي؟ انا بقول يعني على اساس معقوله يبقى الخفه. نو ايوه بس نو كتير يعني نو. انت عارف اصلا نو يعني ايه؟ ايوه يعني اياك يالا رمزي اوعى. منك الله يا رمزي على جنينة الحيوانات اللي انت جايبها دي، ناقصي تاني. تعال خش حبيب قلبي حبيبي يا دولة. لعلمك انا مش مستغرب ان انت داخل عليا بحمار بجد يعني، بس انا عايز اسالك سؤال واحد بس يا رمزي. امر يا دولة. اللي اداك الحمار عشان تشيله عندنا في المخزن وعدك بايه بعد ما يتبعك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الباب ليه بيخبط بالطريقه الفظيعه دي؟ يا ربي مش معقول، مش وقته ابدا يوم، احنا قاعدين في روقانات والصح. ده منزل عادل سعيد؟ ايوه. خير في حضره الظابط. هو فين؟ في السعوديه بيحج عقبال املتك واملتي. بيحج ازاي؟ اذا كان ما عرفش يطلع من المطار. ايه؟ ازاي ما عرفش يطلع من المطار وهو مسافر بقاله 10 ايام؟ عادل اتنصب عليه. واحنا قبضنا على المعلم مسافر النصاب. وعموما عادل لازم يجي علشان يستلم الفلوس. حاضر يا حد الظابط، لما عادل يجي ان شاء الله هنبقى نبعتولك. طيب تبعتوه على طول. حاضر يلا بينا. مع السلامه. مع السلامه يا رب. يعني عادل ما سافرش؟ امال راح فين؟ من راح فين حبيبي ده؟ راح فين؟ ها رمزي حضرت الشنطه؟ دولا كل حاجه اللي انت طلبتها هنا هون في الشنطه يا دولا. جدع يا جهزت الميكروباص؟ يا دولا جاهز. بالنسبة للإعلام عملت فيها إيه؟ جبت لك يا عم إعلام بيضة وحمراء علشان ما نزعلش حد مننا. ماشي أنا هتكل على الله دلوقتي أروح على البيت وبعدين أرجع. حاسبك يا رمزي. أصبر أصبر. ماشي يا دولة هوصلك يعني الميكروباص. بقول لك يا دولة، إيه رأيك يعني بدل ما تركب الميكروباص ما تاخد الحمار أحسن تركبه؟ أخد الحمار يا حمار؟ الحمار ده يهبل لو أنا طالع حج بر يا غبي. سامع أنت الصوت ده؟ يا دولة ده صوت طيارة. أيوة ما هي دي اللي أنا جاي فيها. طب وأنت وصلت ولا لسه يا دولة؟ بص ما تبوظليش الحجة. ماشي يا دولة ماشي. ألف مبروك يا حاج. ياه بجد مش عارف أقول لكم إيه، مش عارف أقول لكم إيه. الحمد لله الحمد لله إن ربنا أخيرا كتبها لي الحمد لله. لا وأنت إيه؟ تستاهلها. يا سناء الوحيده اللي تمنيت انها تكون موجوده معايا هناك كنت انت يا سناء. اشمعنى؟ ادعي بس يكون ربنا غفر لك. لا ان شاء الله يا ماما ان شاء الله، يعني باذن الله يكون غفر لي ان شاء الله الحمد لله. بيبي يعني بيبي عايزاك تحكي لي عن المواقف كده الروحانيه اللي هي السنسيتيف اللي هي اللي انت كنت مريت بيها هناك في الايه، في اللحظات الحرجه اللي كنت فيها في الحج. تعرف جسمي اشعر بمجرد ان انا افتكرت يعني لدرجه ان انا مش فاكر اي حاجه من اللي حصلت لي. وانا كومون تو دي ساشيري، ده كل الناس اللي بيروحوا في الحلة الروحانيات دي هي لا يمكن يعملوا اي نسيان. ونسيت بقى انا وخلاص يا حماتي، انا هعمل ايه؟ خدي ياسمين خدي الهديه الجميله دي اللي جابها لك. ايه ده يا بابا دي طاقيه جده؟ لا يا حبيبتي دي مش عارف جبتها بقى وخلاص. خدي يا ماما. ايه ده دي ميه زمزم اللي انا قلت لك عليها؟ مش عارف. لا اكيد طبعا مش زمزم، دي بتبقى بيضه. الميه التانية دي مش خدي يا رانيا العبايه اللي انا قلت لك اهي اجيبها لك اهي. لا 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 ايه ده يا عادي عبايه راسي يا حبيبتي. ايه ده يا عناية؟ ايه اللي جاب الحاجات دي عندي في الشنطة؟ يا جماعة أنا أكيد الشنطة بتاعتي اتلخبطت وأنا في البازار.
لا وانا في المطار، وانا في المطار اكيد يطلع. يخرب بيتك يا عادل، يا عادل بطل لف ودوران واستعباط، احسن منك وبيفهم اكتر منك وبيتنصب عليه عادي، ليه مكسوف تعترف؟ يبقى اكيد رمزي فتن عليا. البوليس مسك النصاب. البوليس هو اللي فتن عليا. ماشي يا بوليس ماشي. بصوا يا جماعه، البوليس هو مدام هو اللي قال يعني ممكن يكون لقى الفلوس مثلا مع النصاب. ايوه، وهو عايزك تروح عشان تستلمها. البوليس قال استلم الفلوس. ايوه طب الحمد لله، هروح بقى للبوليس. عادل هتروح كده اكل مراتك المهبب؟ لا طبعا يا ماما، قصدي تسلم ايديك يا ماما، بس هي طلعت مني راني عشان ساعات بتلخبط. امال فين نجلاء امها؟ قافله على نفسها ومش عايزه تخرج من اوضتها. انا كمان مش عايزه اكل، ماليش نفس. بنتي حبسه نفسها في الاوضه واحنا مش عارفين ندخل لها. مش عارفين تدخلوا لها ليه؟ هي اكره الباب بايظه. اخشى ما اخشاها ان تكون بتمر بحاله نفسيه حرجه. حاله نفسيه بقى مرت ايه؟ اختك واكله شاربه نايمه، شحنه موبايلها، عندها دي اس ال وبتدفع اشتراك قد كده كل شهر. هو تمرضه وخلاص. الاحتياجات الماديه مش هي كل رغبات الانثى. انثى دي واحنا ما نعرفش انثى يعني. على رايك احنا ما كناش بنات. انتوا يا ماما الجيل الذهبي للنساء. ابوك ما خلاليش حته ذهب واحده. جرى ايه يا ماما؟ ده هم غوشتين بس يا ماما اللي انت مطلعه عيني عشانهم. كل ما تسمع كلمه الذهب تشبط على طول. اقول لك الاهلي خد الميداليات الذهب تقولي الغوشتين بتوعي. اقول لك الفريق بتاع اليد خد البرونزيه، دول خايبين ليه ما خدوش الذهب؟ فين الغوشتين بتوعي؟ اقول لك في فيلم اسمه ذهب مع الريح تقولي ذهب، فين الغوشتين بتوعي؟ يا ماما خلاص انسي الغوشتين دول بقى يا ماما. خلاص مش عايزه منك حاجه، وعلى العموم مفيش حاجه باقيه. ايوه ازيك. اهلا، ازيك؟ هاي عليكم يا جماعه. وعليكم الهاي ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ازيك يا منى، عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبار طنط ايه؟ قوليلي اخبار عمليات التجميل ايه؟ وشها لسه بيقشر؟ لا هي تمام، بس بعد الشد كده حصلها سايد افكت. سايد افكت، يا الف سلام عليها. ميرسي قوي. عقبال ما تزرع شعر زي كده، ما شاء الله حلوه القصه دي، عند انه حلاق. ميرسي. بس هي عقبال ما تزرع شعر يعني فاضلها تقريبا بتاع 10 سنين ولا حاجه. بس انت مش فاهم يا عادل، طنط مروه عندها خطه دائمه يعني. هي كل سنه سنتين كده بتعمل حاجه. طبعا كل سنه سنتين، مش معقوله تعمل كل حاجه مره واحده. النيو لوك ده لو عملته مره واحده فتحتوا عليها باب الاوضه كده ممكن تتخضوا انتوا مثلا يعني. فعلا. هي نجلاء عامله ايه؟ حالتها بتزداد سوء وشراسه يوم بعد يوم والحمد لله. بقول لك يا منى، يعني هي لو نجلاء مثلا سقطت او جابت ملحق ولا حاجه يا ريت تقولي لنا عشان احنا اللي نلحقها يعني. لا طبعا، يا ريتها جت على المذاكره، نجلاء شاطره جدا. الله، قلقتينا. في ايه يعني مثلا في الكام ولا ايه؟ لا كل حاجه ليها حل ان شاء الله. طب ادخلي لها انت يا حبيبتي، يمكن تفتح لك الباب كده. طب عشان خاطري بقى خدي بقى الاكل ده ودخليه لها عشان هي جعانانه خالص ومش عايزه تاكل من ايد حد. اهو دلعك، وده هو اللي هيمرعها ويمرعها ويمرحها علينا. اكسر للبت ضلع يطلع لها اتنين. صح يا ماما، اكسر للبت ضلع. انا اكسر لها ضلع، بس برضو ما انا هحتاج انا اللي اصلح الضلع ده وادفع مصاريف كتير. لا بصي منى، خشي لها انت ارخص. اوكي. نجلة، مالك يا نجلة؟ فيكي ايه؟ انت اتغيرتي خالص، ما بقيتيش نجلة بتاعت زمان. راحت فين روحك؟ فين الجو الكول اللي كنت بتعمليه في قعداتك؟ راحت فين روشانتك يا بنتي؟ انا فرهدت خلاص يا منى، انتهى زمن الروشانة بقى يا منى. انا حاسة ان انا مش انا. يا شيخة قومي بقى ما تقفوريش، دي خطوبة رشا الخميس الجاي، مين هيرقص لها غيرك يا نوجة؟ خطوبة رشا؟ هي اتخطبت لمين؟ لمعتز طبعا، ما كلنا عارفين ان هو معجب بيها من الترم اللي فات. امال هو شال مادتين ليه؟ عشان كان بيلزق جنبها في السكشن وما كانش بيحضر محاضراته. طب قولي لي، هو بوب لسه مقنتم مع نيفو؟ لا بوب خلاص حلق لها من زمان، من ساعه ما عرف علاقتها بتامر. راح عمل ايه بقى؟ صاحب ميسه اخت تامر وضرب الموزتين بحجر واحد. حرام عليكي بقى، هو انا فين من ده كله؟ يا بنتي ما انا بقول لك اهو عشان تيجي بقى معانا وبعزمك. طب انت هتروحي لوحدك؟ لا طبعا، هروح مع ميزو. انت سبتي زيزو؟ زيزو خلاص يا بنتي، ما بقاش زيزو بتاع زمان. ده انا اخر ماتش سكواش حضرتهوله عمل سكور زباله واتغلب من ميزو اللي كان معجب بيا. فاكراه اللي كان بيلعب بنج يا بنتي؟ ده اساسا لعب سكواش عشان خاطري انا. كفايه بقى، حرام عليكي. انت ايه جايه عشان تحرقي دمي؟ جايه عماله تقولي لي مين صاحب مين ومين ماشي مع مين ومين عمال بيعكس مين؟ بقول لك ايه، بتمشي تايبر، امشي.
برضو عمل نفس الحركه دي. الدبدوب ده عندنا من فتره بس شقي جدا، كل ما بيلاقي عندنا ضيوف يقعد يستهبل كده. وبعدين اليكس عيب كده. منى طمنيني يا حبيبتي، طمنتي عليها؟ لا 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 لا، دي بجد بجد بقت اوفر جدا، اكتر من اوفر كمان. دي نفسنت على نيفو وشايله من رشا. ايه ده، معقوله؟ هو نيفو ورشا دول جابوا مجموع اكتر منها مثلا؟ لا طبعا، احنا مش بنتنافس في الحاجات التافهه دي. طب قولي لي ارجوكي، بليز منى قولي لي، انا قلقانه جدا على البنوته بتاعتي، في ايه؟ لا طبعا دي اسرار بنات وانا مش هقدر احكيها طبعا. يعني ايه اسرار بنات؟ لا معلش، البيت ده ما فيهوش اي اسرار. لا احنا مفضوحين على بعض يا ماما. لا برضو مش هقدر احكي اي حاجه. طب بصي يا منى، قومي معايا، تعالي معايا جوه على الاوضه، انا عارفه احنا بنات زي بعض، انا عارفه انك انت هتقولي خدوني معاكوا خدوني معاكوا. ايه ده بنات زي بعض ايه؟ انتوا ستات يا ماما، وبعدين رجلي على رجلكم، مفيش اي اسرار في البيت ده، انا مش قاعد هنا ترتور. لا بس انا مش هقدر يعني افتن على اصحابي واقول اي سر من اسرار الشله بتاعتنا بصراحه. يا ستي اعتبريني واحد من الشله يعني. هي بالسهوله دي ان انت تنضم للشله بتاعتنا؟ ايه الشله دي يعني؟ مثلا في كرنهات معينه بتعملوا انترفيو، قصه شعر معينه، لبس معين، اعمل ايه يعني؟ بص يا منى، الاخ عادل هو الاخ الاكبر لينا في البيت هنا، وهو بمثابه عصا السلطه والسيطره، فلازم يبقى على درايه ووعي بكل شيء بيحصل. بس هو ستايله قديم شويه. ده ستايل قديم؟ امال لو لابس لك بنطلون قماش ولا لابس؟ يا ماما لعلمك بقى، انا عندي موبايل بكاميرا بس هو بيشحن جوه، اتحدى لو حد من شلتكم معاه زيه، ومنزل رنات عمرو دياب وتامر حسني وحماقي ولؤي وكله. اوكي كده هتفهم. اوكي يلا بينا. مش عليكم، الوضع بيتدهور يوم بعد يوم. ما تتكلمي على طول، انت كل شويه كده وبتقلقينا اكتر، يعني بتخلي دماغنا تروح في حتت عجيبه. نجله عندها اكتئاب. يو مش هقول، احنا عارفين ان نجله عندها اكتئابات، من فضلك قولي لنا ايه سبباته. نجله مش مرغوب فيها. ازاي يعني مش مرغوب فيها؟ بالعكس، عندها اوضه 5×7 متر معموله ورق حائط ومدهونه بلاستيك وعايشه فيها هي ومامتها بس. يعني انا بتكلم على نجلاء وسط جيلها، وسط الشله بتاعتنا. ليه ليه ليه؟ في حد من الولاد بيضايقها او بيعاكسها؟ ما هي دي المشكله، احنا كبنات بنحس ان احنا بنات لما نلاقي الولاد كده حوالينا بيروشوا، واحنا بقى نقفش ونلوش فيهم كلهم. ايوه بس يعني على فكره انتوا ظالمين الشباب. يعني انا ايام الجامعه كان اي زميله مثلا معايا بقعد اتكلم معاها عادي جدا، هي بتتكلم معايا عادي من غير حساسيه، يعني كان تبقى جو لطيف يعني. عادل بليز، خلينا في المشكلاتوس بتاعه نجلاء، وبلاش بقى حب الذات بتاعك ده. حب الذات؟ نجلاء زيها زي اي بنت، نفسها تحب وتتحب، نفسها تتعاكس كده وتشتم، حد يعجب بيها فتكرفه، حد يضيف ايميلها فتدلته، او حتى تعمل له بلوك، حد يديها ميست كول كده فتكنسله. قدام بجد. ولا يا رمزي، نعم دول. الصوره دي ما تحطهاش هنا تاني، هتفقر لي الخزنه يا ابني. مفيش ولا مليم دخل من يوم ما حطيتها. كل سنه وانتم طيبين. لا انا عيد ميلادي في جامعات اول، يعني لسه بدري عليه قوي ياما. هابي فالنتاين، النهارده عيدنا كلنا. الفالنتاين؟ لا حضرتك بصي، الكافيه على اول الشارع، بس خلي بالكو البوكس طب امبارح على الكافيه لما 19 دبدوب و2 ملي بارفان، ولما كمان سلسله فيها شكل قلب، خلي بالكو. ها لا لا، احنا حبنا طاهر شريف خالي من اي مصلحه، هي بس بترمي عليها الهلبه عشان تقفش لها دبدوب كده تحطه في الصالون في بيتهم وتتمنظر بيه قدام اهلها. تعوروا بكارت شحن ب50. تعوروا بكارت شحن. بقول لك ايه، روح شوفهم عايزين ايه. عينيا يا دوله عينيا، ها امره. حلو قوي ده. ده ب275. لا لا احنا ما يهمناش الفلوس، انا ما بفصلش. سمير ما يهموش الفلوس، سمير لارج. لا مدام لارج، روح خد منه بقى فلوس اكس لارج. يا عينيا يا دوله. ايه ده، اتفضل يا سيدي. دي اجدد هديه في الفالنتاين يا حبيبتي، ايه رايك؟ يا ابني انا بتاعت الجديد. مع الف سلامه. مع الف سلامه. مع الف سلامه. يا دوله، الحب حلو قوي قوي يا دوله. الحب، انت هتقول لي على الحب، بس اهم حاجه يكونوا اتنين مخطوبين، اهاليهم يعرفوا، مش مثلا يخرجوا من ورا اهاليهم. ايه يا عم، طب ما انت كنت بتخرج مع رانيا من قبل ما تتجوزها يا عم انت. بس يا حيوان انت بتسيح لي. ايوه دوله، ويوم ما انتصت في نظرها وقالت لك انا بحبك يا عادل، جيت هنا وزودت لي المرتب.
امتصت في نظرها، زودت لك المرتب. اه طب ايه رايك بقى ان انا هطلقها عشان ارفدك مخصوص؟ هات الفلوس ياد بتاع الشمعدان يا ايه ده بتاع الشمعدان يا ما استقبلش، اطلع بالفلوس. ماشي يا دول. هات هات هات. ايه يعني مش واخد بال انا رمزي؟ ايه دول انت طالق. انا بقى جيت لي فكره جهنمانيه، ايه رايكم ان احنا نعرفها على واحد؟ مش مهم انه يكون جهزنان من اي حاجه، المهم انه يكون عنده شقه عشان يسكنوا مع بعض، وبعدين بقى يقعدوا مع بعض سنتين ثلاثه اربعه وبعد كده يتجوزوا. انت حدليه على البنت، ايه اللي يقعدوا مع بعض سنتين ثلاثه اربعه كده وبعدين بعد كده ترجع لك تشيله عيل على كتفها؟ بص يا جماعه انا ما عنديش مانع خالص اي واحده تخرج من البيت وترجع تاني، ما فيش مشكله، بس لما ترجع تاني بقى ما يبقاش على كتفها عيل، انا مش ناقص مصاريف. لو حبوا بعض بشكل حقيقي وحب صادق فعلا مش هتتكرر مأساتك يا سناء ومش هتتطلقوا، ما تتضايقيش يعني ما تقلقيش. مأساة ايه يا مماساة انت؟ انا ما عنديش مأساة، انا لو قلت يا جواز السما دي هتمطر يا لسان، بس انا اللي ماليش نفس. شات اب. لوك 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 لوك، ايه رأيك بقى يا رانيا على الواد رامي ابن طنط ألفت؟ رامي ايه؟ رامي ايه يا حماتي؟ ولوك لوك 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 ايه يا رامي ايه؟ رامي ده اصغر منها، ما ينفعش. يا سلام، ما هو اطول منها بقى. هو عشان اطول منها يعني هنضحك على الناس؟ ما ينفعش يا حماتي. انتوا بتقولوا ايه وبتتكلموا عن مين؟ لا ابدا ولا حاجه، ده احنا بنتكلم على قانون الضرايب الجديد، بيقولوا هياخدوا الضرايب على الناس اللي بيتجوزوا. انا ما حدش يجيب لي سيره الجواز، سامعين ولا لا؟ البنت دي يا اخوانا احنا لازم نلحقها كده، ممكن تموت اي حد فينا. البنت لازم تقعد في بيتها معززه مكرمه لحد ما يجي عدلها، والراجل اللي يجي لها يدفع فيها دم قلبه. صح، زي المثلات اللي بيقول اخطب لبنوتك وما تخطبش لابنك. ايوه بس برضو المثل ده مش مظبوط، ما انت لو خطبت لبنتك فين ابنك اللي هيجي يخطبها؟ انا متهيألي نجمع ما بين المثلين، اخطبي لبنتك ولابنك عشان يتجوزوا بعض. الزواج هو سنة الحياة. الله على الإضافة، إيه اللي أنت ضفتيه يعني؟ يعني يجب أن نتأنى في القرار. تأني إيه يا متأني أنت؟ دي بنت مايسة وميعة، وبعدين بقاش تفتحوا عينيه على قلة الأدب دي. الله الله الله، إيه الحلاوة دي؟ المرأة الحديدية. قال يعني أنت يا سناء دماغك مش في الحاجات دي. بص يا إخوانا، زي كل مرة وقت ما بيحصل مشكلة سيبولي أنا بقى الحكاية دي، أنا اللي هحلها. بص يا منى، انا استحاله طبعا هوافق على حكايه ان يبقى في بوي فريند لنجلاء ويكلمها الساعه 2 بالليل دي. خلاص اوكي، انا بقى هظبط لك بوي فريند نشيط يكلمها الصبح. نشيط يا ستي نشيطنا، انت هتدوري في الموبايل. اصبري اصبري بس، انت ما وصلتكيش لسه، احنا ناس شرقيين يعني مش خواجات نوافق على حاجه زي كده. يعني انا برضو مش عايز اضر نجلاء يعني، لان هي مش اختي، لكن انا بعتبرها زي اختي وبعتبر ان انا مسؤول عنها، فما فيش اي حاجه تقدر تضرها. وتضرها ليه؟ هو الحب عيب؟ لا طبعا الحب مش عيب، بس هتحب مين وازاي وليه وامتى؟ يعني هتسيب نجلاء كده؟ ده كل الشله تقريبا انتمت ما عدا هي. انت ليه محسساني ان باب الانتمه قفل؟ يعني انا همسك العصايه من النص، واخد بالك؟ في نفس الوقت اللي انا احاول اعد معاها المرحله بتاعه المراهقه بتاعتها دي، اساعدها بحيث ما ضايقهاش واخليها ما تعملش حاجه غلط يعني. بس اهم حاجه بقى بجد يا منى ان انت تقفي جنبي وتساعديني. اوكي حاضر. وبعدين مش كل شويه تقعدي تقولي عليا قديم يعني، مثلا ايه رايك في الفالينه اللي انا لابسها دي؟ فالينه؟ عزيزتي النجلاء. لا بلاش حكايه عزيزتي دي، احنا نخش عملي على طول. حبيبتي نجلاء. عادل من فضلك احترم مشاعرك كزوجة. حبيبتي دي محسنات لغة زي محسنات الطعم كده اهو، يعني مثلا اما بتلاقي مرق الدجاج هل جواها فراخ فعلا؟ لا طبعا. ولا المرق اللي هي بتاعت شوربة الخضار هل جواها سلة خضار؟ لا طبعا، دي كده وكده يعني. اوكي اوكي كمل. حبيبتي نجلاء، اهلا بك ومرحبا في قلب الواسع الفسيح. واقفة ليه؟ اتفضلي اقعدي. قعدتي؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا سلام، استربعي وعودي جوه قلبي يا فرحتي يا هنايا. والله عاجل حبيبي، هو انا ليه ما بسمعش الكلام الجميل ده؟ عاجبك بجد؟ يجنن. لا حبيبتي، ده انا ههريكي كلام جميل من ده، وريني كاتبه ايه. ايه دي حبيبتي نجلاء؟ ايه نجلاء؟ نجلاء يا ماما، همزه على صيامها رابيه. بصي لا انا مش عايز اخطاء املائيه لو سمحتي، اكتبي وركزي معايا. ماشي. حبيبتي نجلاء، لقد أعجبت بك جدا عندما رأيتك
نازلة من عربة السيدات في المترو الأنفاق أدركت ساعتها إنك أنتي لا تحب الاختلاط. أه هو نجلاء ما بتركبش الحياة مترو الأنفاق لأن أصلا إحنا ما عندناش محطة مترو أنفاق. نجلاء عندها اشتراك في الأوتوبيس. يا سلام يا رانيا، بتبقي غريبة لما بتضايقيها كده. يا ماما عادي، أنتي صلحيها، خليها الأوتوبيس بدل مترو الأنفاق. المهم المعنى يا ماما، المهم المعنى. أوكي. كملي كملي. حبيبتي لقد لمحتك وأنت في السكشن وقاعدة في المحاضرة متضايقة جدا، متضايقة جدا. أدركت وقتها إن المادة صعبة جدا والدكتور غتيد جدا. بس على فكرة حبيبي، أنت كده بتصطدم بمنظومة التعليم ومؤسسات التعليم الدولية. يا حبيبتي أنا مقصودش يا حبيبتي، أنا وجهة نظري دي عبارة عن وجهة نظر طالب يساري زي محي إسماعيل في فيلم خلي بالك من زوزو. ومحمد صبحي فكرنك اللي هو كان حمادة. ايوه بالظبط، بس مش عارف، حاسس ان محمد صبحي فكرنك ضحكني اكتر من محمد صبحي في سنبل. بس كده محمد صبحي يزعل منك. بالعكس ده حبيبي. المهم كملي كملي. حبيبتي استغربت جدا عندما رايتك اكثر من مره تضربي كبده من كافيتيريا الجامعه، وجال بخاطري سؤال، هل أنت إسكندرانية بما أنك بتحب الكبدة أم أنك قاهرية ولكن تحب كبدة الإسكندراني؟ امضي في الآخر بقى معجب والهان عين لام ميم، وبعدين كمان قولي شكرا لساع البريد، وإذا لم يصل يرد بعد 24 ساعة. تفتكر كده قلبها هيدق؟ هلو. بقولك ايه؟ ايه؟ الجواب اهو، انت عارفة تعملي ايه بقى بالظبط؟ اوكي ماشي. اهم حاجة هتلاقي الخط وحش وزبالة، بس مش اشكال، مش اشكال. عدل لو سمحت، استرالي املائية ما تخرجهاش بره، فاهم ولا مش فاهم؟ بفهمها بس لان الجواب ده في وشي برضو. وهي مالها اساسا؟ هي مش هتقولها مين اللي كتب الجواب ده؟ الحبيب المجهول عادي يعني، خط وزبالة، ايه المشكلة؟ الحبيب المجهول، ايه وهتقول انا؟ يلا انت فاهمة؟ اتكل على الله. ها؟ اخبار مزتنا ايه؟ مزة يا شيخ، قولي كلام اصدقه بقى. يا شيخ بقى بلاش اللون الغامق ده وفكيها. ده النهارده الدنيا بامبي، وعندي ليكي خبر بمليون دولار. ايه؟ جواب من معجب متيم. لمين؟ هيكون لمين طبعا؟ ليكي. بتتكلمي بجد؟ يعني اخيرا لفت نظر حد وبقى معجب بيه وبعت لي جوابات؟ وريني 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 بقى. تبقى شخمه. عرفته، ده اكيد واحد من فريق المسرح، هما اللي بيحبوا الكلام والحركات والحاجات دي. يعني اسمه ايه؟ لا ما اقدرش اقول لك اسمه، ده محلفني يا شيخه. يعني عاوز ايه يعني؟ امشي معاه والحاجات دي؟ لا يا حبيبتي، انا ماليش في المشي والحاجات بتاعتكم دي. وماله يعني، ما كلنا بنمشي. يا حبيبه قلبي، انا لو مشيت همشي رياضه، مش همشي عشان احبه. يعني ايه؟ خلاص هبلغه بقى ان انت رافضه تقابليه. لا لا لا، ايه من حبيبتي، انا ما قلتش كده. هو يعني لو بيحبني بجد خلاص بقى اشوف. خلاص بصي، انا هخليه يكلمك النهارده، بس هيكلمك على المتاخرات كده 4-5، اوكي؟ يكون البيت كله نام. لا طبعا عندك حق، الشات امن. بصي قضيها بقى معاه كده، كاميرا بقى ومايكو كده. ايه يا ماما اللي انت بتقوليه ده؟ ما كنت عرفت اي حد من المتلقحين ليل ونهار على الفيسبوك. يا منى يا حبيبتي، انا عايزه لما ارتبط احب بجد. انتي كده بتصعبيها عليا وعليه. الارتباط بقى والجواز والحاجات دي يبقى قدام شويه، مش دلوقتي. بس لازم عندي في البيت يكونوا عارفين كل حاجه. انتي كده هتلبسينا في الحيط بقى. بيت ايه يا بنتي وبتاع ايه؟ مش احسن ما انا اللي البس في الحيط؟ بيتي واهلي هما اللي هيعرفوا يحموني. بصي بقى، هو هيكلمك النهارده وانتوا تصرفوا مع بعض، انا ماليش دعوه. سلام. سلام يا عقد. كنت عاوزك في موضوع كده يعني. عايزه بطاريات للام 3 ولا ايه؟ مش بطاريات. عايزه ترغي يعني؟ اتفضلي. انا في واحد معجب بيا. معجب بيك ازاي يعني؟ هو بعت لي جواب. واسلوبه عجبك؟ هو تافه شويتين بس يلا بقى.
اسلوبه تافه. لا يا ماما، ده ممكن يكون مثلا ايه يعني اسلوبه عالي وكل حاجه، بس عشان ينزل لمستواكي فكتب بالطريقه الركيكه دي يعني. وانت مالك بتدافع عنه كده ليه؟ لا انا هدافع عنه هو مين ده اساسا؟ وازاي حد يبعت لي جواب؟ الحق يا رانيا. ايه هو ازاي اساسا يبعت جواب؟ كان حقته يبعت ايميل احسن. ايه يا رانيا، انت بتديها الطريقه اللي هتخدعنا بيها بعد كده؟ عموما انا قلت لمنة تقوله انه ما ينفعش يقابلني غير لما يجي يقابلك انت الاول. برافو عليك. عموما بقى اديني قلت لكم وخلاص، وعشان تبقوا عارفين انا احتمال اتاخر النهارده عشان عندي محاضره مهمه جدا بالليل، وعشان كمان انقل بقيه محاضراتي. باي باي. انت كده بقى من وجهه نظرك حليت المشكله؟ طبعا حليت المشكله. اول حاجه البنت طلعت متربيه وهايله وما خبتش علينا ان في واحد معجب بيها، ده في حد ذاته طبعا انجاز كبير قوي. تاني حاجه بقى يا ماما، شفتيها وهي سعيده ومنتعشه لمجرد بس ما جالها جواب حد قال لها ان هو معجب بيها، ده اللي انا كنت عايز اوصل له. طيب افرض بقى يا سيدي جالها انتكاسه وحصل لها حاله اكتئاب من اول وجديد. حتى لو ده حصل، عندك تحت السرير كل الدواوين بتاعتي، اي ادوان طلعي منه قصيده انقشيها في اي جواب وبعتيها وخلصنا يا ماما. عندك مشاكل تاني؟ ايه ده؟ مش هعترم الناس اللي جايين لنا؟ كابتن خالد. والله يا فرصة سعيدة. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن. المقابلة الجميلة دي. ربنا يخليك يا كابتن. أهلا وسهلا منور والله، تحت أمرك طلباتك. عايز شوية تماثيل صغيرة شوية كده عشان البيت عندي مش كبير. لا قوي، تحت أمرك. عينينا ليك. يا سلام، البازار كله تحت أمرك. والله رمزي. ويا كابتن انا سمعت يعني ان في زلزال صح؟ لا حضرتك، احنا ده الولد شغال معايا يعني. تقلقش يا كابتن، انا حضرتك يعني اعرف طبعا بكره ماتش مهم جدا الاهلي والزمالك، ربنا يكرمك يا راجل. بكره؟ اه ده مفاجاه والله. لا حضرتك ما تعرفش ولا ايه؟ لا انا عارف. اكيد الاستوديو التحليل ده هيبقى مولع. مين هيبقى معاك بقى ان شاء الله؟ كالعاده كابتن عصام عبد المنعم وكابتن حلمي طلال ان شاء الله. اه ربنا يوفقكم. ربنا يخليك. ربنا يخليك. معلش التليفون بيرن. اه لا ولا يهمك. الو. ايوه محمد. لا 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 يا حبيبي، لا مفيش حاجه. لا 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 انا بشتري شويه حاجات من المحل. ايه انت بتهزر؟ الماتش بكره يا محمد. طب اقفل اقفل اقفل، انا اتصرف. ايه يا كابتن خالد؟ ايه محمد ضايقك؟ شكله ضايق. الناس المحللين اعتذروا ومش عارف اعمل ايه. ولا يهمك يا كابتن. طب ما انتوا ممكن تستعينوا بمحللين من اي حته تانيه يعني. مش سهل الموضوع، الناس كلها متعاقده مع قنوات مختلفه وانا مش عارف اعمل ايه دلوقتي، اجيب مين؟ ولا يهمك يا كابتن، تعالى حل الموضوع ده عندنا. اتفضل. عندك؟ اه اتفضل اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا يا كابتن. يا كابتن ما تقلقش خالص يعني، ده بالصدفه الغريبه جدا ان حضرتك جيت لي يعني. موضوعك محلول ان شاء الله وانا اللي هطلع معاك. بصفتك ايه ان شاء الله؟ بصفتي محلل طبعا. ايه ده؟ دولا محلل؟ انت هتتجوز على رانيا؟ يالا محلل مش محلل، محلل حضرتك يعني. انا قبل ما افتح البازار ده قعدت فتره في البرازيل وكنت بحلل الدوري البرازيلي، وكانوا يعني صراحه طايرين بيا لدرجه انهم خلوني احلل نهائي كاس في الدوري البرازيلي يعني. اخص عليك يا دولا، بقى تسافر البرازيل من غير ما تقول لي ولا تاخدني معاك يا دولا؟ بيتك وانا كل حته هروح هاخدك معايا. ما تسكت اسكت. على كده بتفهم في الدوري المصري بقى واللعيبه والجماهير والملاعب وطرق اللعب؟ بفهم حضرتك. انا كنت بحلل الدوري البرازيلي، فالدوري البرازيلي انت عارف طبعا من الدوريات القويه جدا يعني، فدايما الدوري المصري بياخد بقى لقطات ومشاهد من الدوري البرازيلي، فبالنسبه لي سهل جدا يعني. عندي حتى كمان الشرايط اللي انا كنت ايه بسجلها اما كنت بحلل. ولا رمزي روح هات الشرايط جوه من المخزن. لا 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 لا. بص ادي الكارت بتاعي، عنوان الاستوديو، تجي لي بكره 7:30 بالظبط عشان الماتش الساعه 9 هنبتدي 8. خلاص 7:30 بالظبط. اوكي شكر قوي يا كابتن، مع الف سلامه. مع الف سلامه كابتن. كابتن خالد بعد اذنك يعني انا كان نفسي يعني اجي معاكم كده هون، اصل انا بحب الكوره قوي، ده انا من كتر حبي فيها والله بحلم بالكوره. تيجي معانا فين؟ في الاستوديو يعني واتكلموا كده. طب والله العظيم فكره. خلاص انت معانا بكره. عندك بدله ولا هظبط كل حاجه يا كابتن؟ من غير بوس. من غير بوس. ربنا يخليك كابتن، مع الف سلامه. سلمنا على الاستاذ محمد. تحلل ايه؟ هو اي كلام وخلاص؟ مساء الخير.
الخير لكل مشاهديني في جميع انحاء الوطن العربي. حلقه جديده وحلقه مميزه جدا، ومباراه الاهلي والزمالك، مباراه القمه اللي بينتظرها الملايين. حبينا نكون مختلفين عن كل القنوات الفضائيه النهارده، وجبنا لكم محترف، ولكن محترف في التحليل من الدوري البرازيلي، جه خصيصا النهارده بطياره خاصه. معاكم ومعانا نجم التحليل المصري الجنسيه المقيم في البرازيل، عادل، والشهير بعادل رونالدينو. استاذ عادل، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا برازيل. تي 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 برازيل. زمانك النهارده؟ ايوه. لا اصل دي فانيله البرازيل كان ابو تريكه عايزها مني، فانا بقول له على الهوا يعني ان انا جبتها له. يعني اهلا وسهلا، واهلا بكل المشاهدين، وان شاء الله التحليل يبقى متحلل كويس النهارده باذن الله. متحلل كويس، شكرا للاستاذ عادل. كمان حبينا نكون مختلفين النهارده عن كل القنوات الفضائيه، حبينا نجيب نبض الجمهور، نبض الجمهور الغلبان. انتوا عارفين ان لعبه كره القدم هي لعبه شعبيه بتنحاز للفقراء والاحياء الجميله اللي معروفه في مصر، حي السيدة زينب، حي شبرا، حي بولاء، حي طبعا ميت عقبة. معانا طبعا نجم التحليل طبعا للجماهير ومحدودي الدخل والضمير، معانا النجم الكابتن رمزي الشهير برمزي حموكشة. ازيك يا رمزي؟ ازي حضرتك يا كابتن؟ انا فرحان قوي ومبسوط ان انا معاك. لاول مره بنجيب واحد من الجمهور، حللت قبل كده؟ طبعا يا كابتن، انا حللت كده هون قبل كده يعني مرتين في المستشفى اللي جنبنا، بس الحمد لله طلعت سليمه يعني يا كابتن. وانا هنا هون من عند البرنامج بتاع حضرتك، انا بحيي الجمهور بتاعي، وبحيي الواد فتله وحته اصحابي، وبحيي امي ويعني يا قلبي جرى ايه الدنيا حلوت كده ليه يعني. ولا ايه عينيا يا قلبي دي؟ احنا في ماتش كوره بين الاهلي والزمالك. احنا على الهواء، احنا على الهواء، احنا على الهواء. انت اهلاوي؟ ايوه. انت زملكاوي؟ ايوه. طبعا حبينا نكون الجو جديد ومختلف عن كل القنوات، حبينا نكون كاننا على دين في القهوه ونحلل الماتش. احنا على الهواء الاثنين الاثنين. دمهم خفيف، دمهم خفيف. طيب على العموم معانا الكابتن عادل. كابتن عادل، يعني شايف تشكيل الفرقتين هيبقى عامل ازاي النهارده؟ لا بص حضرتك، مش مهم خالص تشكيل الفريقين، المهم الطريقه اللي هيلعب بيها الفريقين. وعشان كده انا بتكلم يا اخوانا من منطلق ان انا كنت في البرازيل، فهم بيركزوا قوي على طريقه اللعب يعني. طب تقول لنا نبذه او هبزه من طريقه اللعب اللي ممكن يلعب بيها الفرقتين؟ انا ممكن اقول همزه، همزه تبقى كويسه قوي بالنسبه للفريقين. يعني عندك مثلا انا بشوف المدرب من دول داخل كده، بعرفه من وشه الطريقه اللي هيلعب بيها. طب وش مانويل جوزيه بيقول ايه النهارده؟ بيقول انه ممكن هيلعب النهارده بطريقه 4-3-1. 4-3-1 يعني ناقص 2 وحارس مرمى، دي طريقه جديده. حارس المرمى بيبقى واقف مكانه، انت عارف هيحرس المرمى وهيحرس ايه يعني. هيفضل على طول حارس المرمى كده اهو، وما يتحركش من المرمى، لا يرقص بقى ولا يترقص ولا بتاع. لكن بقى اللعيبه الثانيه هيلعبوا، الاثنين اللي حضرتك بتقول عليهم ناقصين دول مش ناقصين، دول بقى ايه متوهين في الملعب، يقعدوا رايح جاي رايح جاي. يا سلام. مش معروف مركزهم لغايه اما تجي لهم الفرصه ويقوموا راح يعني عارف يخطفوا جون على طول. يخطفوا جون؟ دول هيخطفوا الجون يودوه فين؟ يلا يا كابتن رمزي يا غبي، هم مش هيخطفوا جون يعني يخطفوه ويطلبوا فديه، لا يعني هيخطفوا جون يعني يسكعوا جون. يسكعوا. طبعا شايفين مصطلحات جديده في تحليل لكره القدم المصريه، يسكحوا جون. تعالوا نروح لرمزي ونبض الجماهير. رمزي، شايف طريقه لعب الزمالك اللي هو على يمينك وانت داخل في الفانيلا اللي انت لابسها هيلعب ازاي النهارده؟ شوف يا كابتن، ان شاء الله يعني الفرقه هتنزل بخطه 5-7-1. 5-7-1 دي يعني طريقة جديدة جدا. دي طريقة جديدة خالص، وطبعا زيادة عن اللي هو الموجود اصلا. اقول لحد 5-7-1 يعني 11 لعيب. 5-7-12 و1 13 ما علينا ما علينا ما علينا. 5-7-1 يعني انت حضرتك يعني زودت اللعيبة في الملعب. ليه بقى يا كابتن؟ علشان روح الفانيلا الحمراء، الروح يعني اللعيب بينزل من دولت ب 20,000 لعيب في الملعب بياكلوا النجيلة. انتوا جايين تهزروا بقى. لا يا فندم حضرتك، احنا مش يعني مش مسؤولين ان حضرتك مش مطلع على الطرق الحديثه في اللعب. عندك طريقه 7-7-1، وعندك طريقه 2-2-2، وعندك طريقه 7-1 7 فوق و2 تحت، وعندك طريقه شيك على العالي وشيك على الواطي ودواخين يا لمونه. وايه تاني يا دوله؟ لا ده في طرق كتير، في طريقه السبع طوبات. السبع طوبات ده الفريقين يقفوا كده هو يمسكوا الكوره ويحطوا الطوب كده ويقوموا. طيب طيب، المهم مخرجنا محمد بيقول لنا لازم نطلع فاصل اعلاني دلوقتي، وهنرجع لكم تاني ما بين شوطي المباراه. هنطير لاستاد القاهره ونبتدي معاكم تحليل الماتش، وهنرجع لكم مع النجمين كابتن عادل البرازيلي ويعني مع دومي الدخل والضمير رمزي حموكشة. وعلى فكره الماتش ان شاء الله هيطلع تعادل يا كابتن. تعادل والاثنين حلوين. الاثنين. اتفضل يا محمد بسرعه لو سمحت.
ها ايه رايك يا كابتن؟ اللي انتوا بتعملوه ده احنا على الهوا. على الهوا انتوا هتفتحونا كده. واحنا اتكلمنا يا كابتن. اهلا بيكم مره اخرى ما بين شوطي مباراه القمه الاهلي والزمالك واللي انتهت بالتعادل السلبي. تعالوا شوف راي نجومنا النهارده في التحليل. كابتن عادل رايك في الشوط الاول؟ والله بص يا كابتن. طب معلش عشان معانا تليفون من النجم البلدوزر عمرو زكي اللي بيسخن بين الشوطين وبيستعد لنزول الشوط الثاني. تحب تقول حاجه يا كابتن رمزي للنجم عمرو زكي؟ مين عمرو زكي ده؟ انا ما اعرفوش. بيتك كابتن عمرو زكي يا كابتن عمرو، يعني ان شاء الله ربنا يوفقك النهارده باذن الله وجيب جون في الزمالك باذن الله. جون في الزمالك؟ هو عمرو زكي بيلعب في الزمالك، هيجيب جون في الزمالك؟ ايوه، ما ممكن يكون بيرجع الكوره للجون. لا، ما عبد المنصف هيتصرف ان شاء الله. على العموم عبد المنصف هيتصرف. قبل ما نطلع لفاصل اعلاني واستمتع بتعليق الكابتن ميمي الشربيني، سؤال حلقه النهارده يا جماعه وجايزته 20000 جنيه. اللي هيعرف الاستاذ اللي على يميني واستاذ على شمالي يبعت لنا فورا على 0000 0200. نطلع لفاصل ونطير لاستاد القاهره ونرجع لكم بعد المباراه. رجعنا لكم بعد المباراه مره اخرى. ولا جماهير الاهلي زعلت ولا جماهير الزمالك زعلت، زي ما انتم عارفين المباراه انتهت بدون اهداف. تعالوا نروح نشوف وتحليلنا لمباراه النهارده مع النجم عادل رونالدينو. عادل رايك في ايه؟ انت مالك مش راضي عن الاداء ولا ايه؟ المباراه بجد يعني معصباني يعني. حضرتك دي كره، هي دي كره دي، ده ماتش. يعني انت رايك ان اللعيبه ما ادتش المطلوب منها؟ لعيبه ايه حضرتك؟ دول مش لعيبه، دول لعيبه على ما تفرج حضرتك. فين بقى ايام زمان؟ ايام بقى اللعيبه اللي حقه وحقيقي بقى الكابتن محمد عبد المطلب والكابتن محمد الكحلاوي. لاجل النبي. بس حد علم حضرتك ان دول كانوا مطربين مش لعيبه كوره. ايوه حضرتك، برضه كانوا بيلعبوا كوره. يعني عندك الكابتن محمد الكحلاوي يعني كان بيلعب كوره. وفاكر حضرتك الماتش اللي هو اللي كان الابيض واسود اللي هو بتاع كابتن مصر ساعه ما كانت الشورتات طويله؟ والفكره بقى كلها كانت في الشورتات. ليه كانوا اللعيبه يبقى مثلا اللعيب عند الجون بتاعه كده اهو، يقوم الشورت طويل ده، يقوم نافخ الشورت، يقوم طيران بالونه يعني على الجون الثاني، يقوم ساكع الجون مفسر الشورت يقوم راجع للجون بتاعه على طول. يعني انت رايك يا كابتن عادل العيب مش في التحكيم، العيب مش في الجمهور، العيب مش في اللعيبه، مش في مانويل جوزيه، مش في مدرب بالزمالك، العيب في الشرط. العيب في الشرط، ومن مكاني دون انا بنادي كل اتحاد الكوره وبقول لهم يا اخوانا بدل ما انتوا قاعدين في الجبلايه يا ريت تجيبوا شرطات هيليوم بقى، يبقى الهيليوم ده بحيث ايه ينفخوا عشان عايزين نناطح العالميه بقى. هنزاي هنوصل على العالميه واحنا لسه رايحين عمالين نجري ورايح جاي على البتاع ده، على الملعب اللي هو النجيله الخضراء. الله على افكارك التقدميه يا دوله. تقدميه ايه دي؟ افكار تخلفيه. ما علينا، رايك انت ايه يا رمزي؟ هو حضرتك يعني انا النتائج كلها بحلم بيها على فكره، وكمان بحلم بيها مع اللي هي الجدول بتاع المباريات بتاع الدوري. انت فعلا على فكره تنبأت قبل المباراه ان المباراه هتنتهي التعادل. انت راجل شيخ ولا يعني ما مرفوع عنك الحاجب؟ لا هو بص، انا قبل ما هتكلم يعني عن الحاجات دي انا هتكلم عن التحكيم. حضرتك التحكيم يعني كان ظالم جدا. التحكيم يا جماعه احنا لازما يعني التحكيم في مصر في ازمه. في مصر ايه ده؟ حكام اجانب وجنسيتهم المان. اجانب؟ ايوه اجانب. ده انا ما قلتليش يا دول انت. كانوا اجانب؟ يخرب بيت التحكيم اجانب، انت مش شايفهم بيديانا ما بتنزلوا على الهواء. احنا على الهواء. ايوه ما بص حضرتك مش احنا مكانك. احنا اسفين، كمل يا استاذ محمد. كمل يعني انتوا شايفين استوديو مختلف تماما عن كل اللي فات، واعتقد ان اول واخر مره. معانا اتصال تليفوني ومحمد. مين معانا؟ الاستاذ علي. استاذ علي ازي حضرتك؟ اتفضل، رايك في الماتش ايه؟ انا يا كابتن مش عايز اتكلم عن الماتش، انا عايز اتكلم عن الاثنين الارجوزات اللي قاعدين جنبك دول. لا لو سمحت يا استاذ علي مش عايزين تجاوز لان دول ضيوفنا، واوعدك تبقى اخر مره تشوفهم في الاستوديو. خلاص يا كابتن، بس الاثنين دول عمالين يهبلوا من الصبح، خلوا الدم يغلي في عروقي. مع السلامه يا كابتن. انا مش فاهم انا الجمهور ده يعني حضرتك، يعني الجمهور اللي هو بيبقى متعصب ده لعلمك هو ده اساس بقى المشاكل، لا هي الشرطه ولا هي اللعيبه ولا هي الملاعب اللي حضرتك على طول الوقت بتبوظ. لا هو الجمهور، الجمهور ده لازم واقفه. انا من رايي ننفي الجمهور او نقتل او نموت الجمهور، مش عايزين جمهور. اهم حاجه اللعيبه يلعبوا. ده اللي بيخلي الماتش طعم. طعم ايه حضرتك يعني؟ بعدين احنا ما غلطناش في حد، احنا غلطنا في حد غير اللعيبه بس. الجمهور بقى يقعد يقول دول اراجوزات ومش اراجوزات وبتاع. يعني حضرتك انا من موقعي هذا بطالب اتحاد الكوره انه يلغي الجمهور مع الهيليوم. مع الهيليوم
رايك في اللعيبه المصريين؟ حضرتك يا كابتن خالد بص سيبك من الكلام ده كله، احنا دلوقتي جايين هنا هو في البرنامج بتاعك ننقد ليه؟ ها؟ مش علشان الدوري المصري؟ احنا مالناش دعوه بالدوري المصري ولا باهلي ولا بزمالك ولا باسماعيلي، يعني يرضي حضرتك دلوقتي احنا كدوله مصر يعني ما تاخدش لغايه دلوقتي كاس افريقيا؟ كاس افريقيا؟ وحضرتك كنت فين ما خدنا 2008 في غانا كاس افريقيا وكل الشعب المصري طلع فرحان؟ ايه ده؟ وانت ما كنتش عارف ولا ايه؟ انا ما كنتش عارف، احنا خدنا كاس افريقيا انت ما قلتليش. يخرب بيتك، خدنا كاس افريقيا هنا ونزلنا في الشوارع وزمرنا بالزمرنا. والله ما فاكر. والله زمرنا، احنا اسفين جدا يا كابتن، اسفين جدا. معلش معلش. على العموم يعني زي ما انتم شايفين ده كان. خد هنا يا كابتن عشان تسمع محمد. شكرا ميرسي جدا. وحضرتك انا ليا عتاب بس على كابتن شيكابالا، لان هو حضرتك يعني ايه كان في الماتش، ساب الماتش عشان يظهر في التلفزيون اهو. بص حضرتك اتفضل كابتن شيكابالا اهو. شيكابالا شيكابالا شيكابالا. طبعا يا جماعه هو مش الكابتن شيكابالا، لكن دي كانت فسحه او مسحه من مساحات الاستوديو النهارده، وبشكركم ونطلع بقى لفاصل وبعد كده مش هنرجع لكم تاني، والى اللقاء في حلقه جديده من ملعب الاهلي والزمالك. بين الاهلي والزمالك محتاره والله. اطلع يا محمد اتفضل. اتفضل محمد الاهلي والزمالك. اللي انتوا تم هتقلع علينا ولا ايه؟ شيلوهم من هنا يا ولد. هتنفسر علينا ولا ايه يا كابتن؟ انتوا موتوني، خربتوا بيتي. انت من الجمهور شكلك. يعني الخضه اللي انت خضيتها لي دي وانا ناقص؟ خضت ايه يا عادل؟ انا كلمتك. ما فيش، انا كنت ببص يعني بشوف حد بيخبط ولا ما بيخبطش. طب وطلع مين؟ طلع ما فيش حد، انا يظهر اتهيالي يعني ان الباب بيخبط، فعشان كده رحت فتحت، فما فتحت ما لقيتش حد بيخبط، فطلع ان الباب ما فيش حد بيخبط عليه وانا جوه الباب. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو انت لسه هتقعد ولا ايه؟ وانت مش نازل النهارده؟ لا النهارده انا مش نازل خالص يعني. غريبه. ايه اللي غريب في كده يا رانيا؟ اصلا يعني ملاحظه ان انت من ساعه ما رجعت من البروجرام وانت كده قاعد في البيت، يعني ما بتخرجش خالص، ما بتفرقش البيت. بصي بصراحه بقى يا رانيا، انا جالي الجواب ده. المشكله لو عليا ما فيش مشكله، لكن المشكله ما تيجي عليكم انتوا كمان، يعني انا مش عارف اعمل ايه. انا يجيلي جواب تهديد عشان زفت الكوره، كان مالي ومال الكوره. ربطه الكوره غباوه؟ حرام عليك يا عادل، دي رابطه غبيه جدا. دي الرابطه دي اعلنت مسؤوليتها على انها خطفت اكتر من لعيب كوره. ما تخوفينيش بقى يا رانيا، ما تخوفينيش، وانا ناقص يعني، انا ناقص. ايه مالكم بتبصوا لي كده ليه؟ ايه ده اللي انت عملته ده يا عادل؟ ايه عملت ايه؟ عملك اسود ومنيل، انت مالكش في الكوره، بتحشر نفسك في اللي مالكش فيه ليه؟ بحشر نفسي في ايه وايه اللي حصل يعني؟ اللي حصل ان احنا في حظر التجول ومش عارفين نخرج بره البيت. جميل 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 يا عادل، انا الكوافير بتاعي كان هيحرق الشعر بتاعي لما عرف ان انت جوز بنتي. وانا يا بابا العيال في المدرسه عمالين يعايروني بيه. يعايروكي بيا ليه؟ هو انا طلعت جاسوس يعني؟ بس 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 الجرس بيضرب، الجرس بيضرب. خليكوا خليكوا، انا اللي هفتح، انا اللي هفتح. خد بالك خد بالك. اي اي خلي بالكم من ياسمين، خلي بالكم من نفسكم كلكم. دولة. مين؟ يا دولا انا رمز، يا دولا هيبقى مرت النضارة. يا دولا خش بسرعة خش بسرعة. دولا الحقنا يا دولا. ايه اللي حصل؟ في ناس كتير قوي قوي متجمعة يا دولا عند البازار. يا دولا متجمعين عند البازار؟ والطلبة النهاردة عملوا مظاهرة قد كده عند الجامعة بسببك. سيبك من الطلبة دلوقتي، خلينا في المصيبة السوداء اللي حاصلة. انت كنت فين بالظبط يا رمزي؟ انا هقول لك يا دولا، اخد بس نفس. ما تاخدش، مفيش وقت مفيش وقت. ماشي بص يا دولا، انا كنت رايح يا عم اشتري علبة كشري، رجعت يا دولا ما عملتش اي حاجة، لقيت الناس بقى متجمعين وعمالين يشتمونا، فقمت رايح رامي الكشري في وشهم كده وقعدت كفاكين، جريت وهم بيجروا ورايا على طول. يا دولا جري وراك جم لغاية هنا؟ ايوه يا دولا جبتهم لغاية هنا. يا عادل يا عمي سيبنا نروح اسرائيل، يا عادل غرفار سيبنا نروح غرفار، يا رمزي يا دول في خيالك. ايه ده؟ هم عرفوا اسمي منين؟ عرفوا اسمك ايه ده؟ جمهورك، دول جمهورك يا رمزي، جماهيرك اللي بتحبك. ايوه وانت بتحبهم، اطلع لهم يا رمزي، اطلع لجمهورك حبيبك. يلا يا رمزي
يلا يا عريس اتمختاري يا حلوة شينا يا خلصنا. لا 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 احنا بنكرهه اه بس مش الدرجات دي. الواد هيروح في شربة مية يا عادل. يا سناء يا سناء، واحد يضحي في سبيل الكل ما جراش حاجة وخلصنا منه بالمرة. مات رمزي مات رمزي. غبي ما فهمش انه مات. مساء الخير لكل مشاهدي الرياضة اليوم في جميع انحاء الوطن العربي. حلقة جديدة وان شاء الله تكون حلقة مميزة. زي ما انتم عارفين الحلقة الاخيرة من خلال برنامجنا عملنا نداء لكل القلوب الرحيمة والجماهير المصرية. كمان عملنا نداء لعادل رونالدينو، قلنا عادل القاطن بدير الملاك ما تنزلش الشارع عادل، جماهير هتقتلك يا عادل لو شافوك. اما الناحيه الثانيه حاولنا نستدل على عنوان رمزي مش لاقيين، دخلنا الازقه دخلنا الحارات، في النهايه عرفنا ان هو ساكن في بطرون تحت الارض. قلنا له اوعى تطلع من البطرون يا رمزي لان الجماهير لو شافتك هتقتلك. معانا النهارده وحبينا نستقبلهم في استوديو بتاعنا كابتن رمزي وكابتن عادل. كابتن عادل بدايه تحب تقول ايه للجماهير اللي انت تطاولت عليها بشكل لافت للنظر في المباراه الاخيره مباراه الاهلي والزمالك؟ حضرتك انا احب اقول للجماهير يعني معلش انا اسف جدا ان انا تطاولت عليكم ومش هعمل كده تاني يعني ان شاء الله. وبعدين حضرتك انا اتعذبت يعني واهل بيتي ما كانوش عارفين ينزلوا من البيت يعني لان الجمهور قاعد متربص 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 طول الوقت. وحضرتك انا بناشد اصحاب القلوب الرحيمه، بص حضرتك المناظر، بص حضرتك المناظر، الواد يعني طبعا اتبهدل خالص. فانا بناشد كل القلوب الرحيمه ان احنا باذن الله نعالج رمزي على نفقه اتحاد كره اليد باذن الله. وعايزهم يرجعوا لي النضاره دول ويرجعوا له النضاره والنبي عشان حضرتك زي ما انت شايف كده خلاص. طيب ده كان كلام يا جماعه رمزي.